तीसरी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, जहां औपचारिक स्वागत जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनका किया जाना है। आप देख सकते हैं कि वो पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन और इस परंपरागत और औपचारिक स्वागत की तैयारी की गई है राष्ट्रपति भवन में। मुझे कॉल करते हैं जो स्वागत करती हुई मिस्र के राष्ट्रपति का, और अब मिस्र के राष्ट्रपति हाथ मिलाते हुए गले मिलते हैं। समानगार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान।
हो चुका है जो मुस्कान। اسمحوا لي في البداية ان انا يعني قبل ما اجيب على هذا السؤال يعني ان انا اتوجه للدولة الهندية العظيمة بالتهنئة وبالتحية والتقدير الكبير بمناسبة يوم الجمهورية اللي يوافق 75 عام، وبالمناسبة هذه المدة هي برضو تتوافق مع 75 سنة من العلاقات بين مصر وبين الهند. Before I answer the question, let me express my deepest congratulations, admiration and greatest and highest respect to the great nation of India on this day of the Republic that is coinciding also with 75 years of bilateral relations between our two countries. وبالمناسبة دي أتقدم بالتهنئة أيضا حكومة وشعبا إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي بالتهنئة، وأتقدم التقدير والاحترام للقيادة الهندية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللي أنا قبلت به في الهند. So I here reiterate my congratulations to the Indian nation, government and people for this great day, and with my admiration and highest esteem to the Indian leadership for the generosity and the warm hospitality that I've been accorded with since I came here. والحقيقة ده شرف عظيم لي ان انا اكون ضيف شرف بمناسبة هذا الاحتفال، وده ايضا تقدير كبير أسجله باعتزاز للقيادة الهندية. It's a great privilege to be a guest of honor and participate in this glorious national day. This is something that I go for the record to deepen and stress my great appreciation for India and its people. واسمحوا لكم ان العلاقات المصرية والهندية عبر عقود كانت بتتسم دايما بالتوازن والاستقرار، والحقيقة كانت لم تصادفها خلال هذه السنوات الطويلة إلا العلاقات الطيبة والمتطورة والدور الجيد في السياسة الدولية. The relations between Egypt and India have been characterized through the decades with balance and stability. We have only seen constructive development. They have been all along evolving very positively. اسمحوا لي اقول لكم ان احنا من خلال هذه الزياره نتطلع الى تطوير العلاقات والتعاون مع الهند في كافه المجالات، وصولا الى شراكه استراتيجيه بين البلدين. Let me tell you that I expect throughout this visit that we take our bilateral level to a whole new horizon where we can reach the strategic relationship and partnership between our two countries on all levels. ننظر بتقدير شديد واحترام شديد للمسار والتجربة الهندية في التنمية المستدامة وفي التطوير والنجاحات التي تحققت على مستوى
الدولة الهندية العظيمة. I will look with great esteem to the sustainable development experience of India and all the developments and accomplishments that the nation of India has achieved throughout the years. اسمحوا لي مرة تانية أن أنا أتقدم بالتهنئة بهذا الاحتفال يوم الجمهورية، وأتمنى للشعب الهندي والحكومة الهندية كل التقدم والازدهار والتوفيق. So as I conclude, allow me again to express my deepest congratulations for the celebrating the Republic Day, and I wish India and its people all progress and prosperity into the future. شكرا جزيلا. Thank you very much. Thank you, Mr. Rashpati. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، حيث أقيم حفل استقبال رسمي للرئيس السيسي خلال مشاركته كضيف شرف في احتفالات جمهورية الهند بعيد الجمهورية. إذن تابعنا مراسم الاستقبال. مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث تؤكد أن العلاقات المصرية الهندية تتميز بتاريخها المشترك، وتعكس العلاقات التي تتمتع بالتعاون ما بين دولتين كبيرتين. إذن تابعنا مراسم الاستقبال الخاصة، وتابعنا أيضا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها بعمق العلاقات المصرية الهندية، وتوجه بالتحية والتقدير لدولة الهند العظيمة بمناسبة يوم عيد الجمهورية، وبمناسبة مرور 75 عاما على بداية العلاقات المصرية الهندية. كما أكد سيادة الرئيس في كلمته أن العلاقات المصرية الهندية تتسم دوما بالتوازن والاستقرار، وقال إنه خلال هذه الزيارة نتطلع لتطوير العلاقات مع الهند في كافة الأصعدة والمجالات، وصولا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وثمن أيضا ما حققته دولة الهند من تنمية مستدامة، وترسخت هذه العلاقات على مرور العقود السابقة، العلاقات المصرية الهندية التي واجهت العديد من التحديات المشتركة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة موفد القناة الأولى والتلفزيون المصري محمد عبد الله. محمد، يعني بعد التحية ضعنا في الأجواء لديك، تابعنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومراسم الاستقبال الخاصة له كضيف شرف رئيسي في الاحتفالات الخاصة بعيد الجمهورية.
نعم محمد، ونحن الآن في محيط القصر الجمهوري الذي يتم استضافة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل رئيسة الجمهورية الهندية. ما لمسناه هناك حفاوة استقبال بالغة من الجانب الهندي ودفء في العلاقات عكسته التصريحات المتبادلة من الجانب المصري والجانب الهندي. وكما كنا نتابع تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري منذ قليل، بالأمس كانت هناك تغريدة من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي والتي رحب فيها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتواجده في الهند وبدعوته إلى الاحتفال مشاركة الهند في الاحتفال بيوم الجمهورية. وبدله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغريدة أخرى عبر فيها عن سعادته العميقة بتواجده مع أشقائه في الهند. نحن نتحدث إذن عن علاقات دافئة بين الجانبين قد ترفع مستوى هذه العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي وما يطمح إليه الجانبان نظرا لقوة العلاقات وأواصر الصداقة التي تعلي قيمها في هذا التوقيت. هناك محطات أخرى تعكس أهمية هذه الزيارة اليوم سوف يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء لقائه سيادته برئيسة جمهورية الهند. هناك لقاء آخر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل وزير الخارجية الهندي، وبالتأكيد الحديث سوف ينصب عن الخطوط العريضة في السياسة الخارجية لكلتا البلدين والتي تجمعهما التحرك وكسب الصداقات من مختلف الأطراف. فمصر تكون تتبنى سياسة أنها على مسافة واحدة من كافة القوى الدولية والإقليمية، وهو ما أيضا هذه السياسة تتبناها الهند. هناك لقاء آخر أو زيارة سوف يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي زيارة رمزية تعكس أيضا عمق العلاقات والصداقة ما بين الجانب المصري والجانب الهندي. سوف يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة ضريح أندرا غاندي ووضع إقليل من الزهور على الضريح في إشارة أيضا إلى ما تكتسبه هذه الزيارة من علاقات قوية وعلامات بارزة في تاريخ العلاقات الهندية المصرية. هناك لقاء هام سيجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا اليوم بمقر رئاسة الوزراء مع رئيس الوزراء الهندي، وسوف هذا اللقاء هو لقاء هام للغاية سيترتب عنه شكل العلاقة المستقبلية ما بين مصر والهند في المرحلة المقبلة، خصوصا أن هناك مثلما أشارت وسائل إعلام هنا هندية بدعوتها للمستثمرين بضرورة أن يستثمروا ما بين هلالين، وما قالته هذه الصحف الفرصة الذهبية للاستثمار في مصر. هناك تسابق شديد ما بين رجال الأعمال الصينيين للاستثمار في مصر وكسب والتعامل مع المزايا الاقتصادية الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وهناك رغبة هندية كبيرة في الاستثمار مع الجانب المصري فيما يتعلق بمنطقة الحرة بقناة السويس، وهناك عدد من الصناعات الهامة يريد الجانب الهندي أن يركز عليها خلال المرحلة القادمة، منها صناعة الدواء وأيضا التعاون الهام ما بين مصر والهند في التجربة المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر. الهند تحتاج هذا الأمر بشدة، هناك اتفاقيات تم توقيعها ما بين الجانبين المصري والهندي يصل إلى 8 مليارات دولار، وزاد عنها أن وقعت شركتين أخرتين اتفاقات ب3 مليارات دولار. إذن كل هذه الأمور وهذا التعاون ما بين الجانبين يتحرك على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وأيضا العلاقات القوية والثقافية التي تجمع الشعبين المصري والهندي. إليك محمد. يعني لعلك أشرت يعني في كلامك الآن محمد أنه الملف الاقتصادي والتعاون الاقتصادي والاستثمارات بين مصر والهند في مقدمة أو في أجندة المحادثات واللقاءات التي سيجريها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من واقع المتابعة لوسائل الإعلام الهندية ومتابعة أيضا يعني المحللين والمراقبين السياسيين لديك أبرز القضايا وأبرز الموضوعات المطروحة أيضا للحوار ما بين الجانبين المصري والهندي. نعم محمد، الجانب الاقتصادي بالتأكيد يحتل أولوية لدى الجانبين، الجانب سواء مصر أو الهند. الهند من الدول الصاعدة ومن أكبر الدول التي حققت مؤشرا اقتصاديا خلال 5 سنوات الماضية،
وهناك لقاء هام للغاية يعقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بعد عصر اليوم، وسوف يكون هناك مائدة مستديرة ولقاء مع عدد كبير من المستثمرين الهنديين وأصحاب الشركات الهندية. يعني كانت رغبتهم أن يجتمعوا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على المزايا والفرص السانحة للاستثمار في مصر، وأيضا للتعبير عن رغبتهم في مزيد من الاستثمارات في الجانب المصري. هذا اللقاء لقاء هام للغاية، وبالتأكيد سوف يكون هذا اللقاء سيعقبه خطوات أخرى لفتح المجال لرجال الأعمال الهنديين وللشركات الهندية لمزيد من الاستثمارات في الجانب المصري. الجانب الاقتصادي يكتسب أولوية خاصة في هذه الزيارة. هناك رغبة كبيرة من الجانب الهندي لتدشين مزيد من التعاون مع الجانب المصري، وبالأخص في صناعات بعينها مثل صناعة الأدوية. الهند يريدون أن تكون مصر هي المكان أو نقطة انطلاق وبوابة للأسواق الأفريقية ولأسواق أخرى، نظرا لأن مصر تتمتع بعلاقات شراكة مع عدد من الدول الأفريقية وعدد من الدول الأخرى، ومن ثم يريدون أن يكون هناك استثمارات وأن يكون هناك استثمار في قطاع الأدوية. الهند كما يقولون هنا هي صيدلية العالم، ومن ثم هم يريدون تطوير صناعاتهم من خلال فتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع الجانب المصري. أعتقد أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة ويحتل مع اللقاءات الأخرى التي يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي، بالإضافة مع المسؤولين الهنود الآخرين، يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بدفع الملف الاقتصادي ودفع علاقات التعاون المشترك فيما يتعلق في المجال الاقتصادي قدما إلى الأمام. الاستثمارات المشتركة أو الاستثمارات الهندية حتى هذه اللحظة تبلغ 20 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصاد المصري. أعتقد أن هذه الزيارة سوف تدفع كثيرا هذا الرقم قدما إلى الأمام. الجانب المصري وما لاحظناه من الوفد المشارك المصاحب لسيادة الرئيس لزيارته إلى الهند، هناك وزراء الكهرباء والاتصالات وأيضا وزير الخارجية بالتأكيد، كل هذه الملفات بالتأكيد سيكون هناك اتفاقيات مشتركة يتم توقيعها ما بين الجانبين المصري والهندي. الهند متقدمة للغاية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهناك اتفاقيات وتعاون مشترك ما بين وزارة الاتصالات المصرية ونظيرتها في الهند، ومن ثم نحن نتحرك على فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي أو مستوى العلاقات الثنائية، نتحرك على مسارات مختلفة، وأن هذه الزيارة أو زخم العلاقات السياسية يلقي بظلال كثيفة على العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والهند. نعم محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري من محيط القصر الجمهوري بالهند أو تحديدا من نيودلهي، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. خلال حفل الاستقبال الذي أقيم للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الهندية نيودلهي وأمام القصر الرئاسي الهندي، توجه سيادة الرئيس لدولة الهند الصديقة حكومة وشعبا بخالص التهنئة وأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام والتنمية وبمزيد من التقدم والرفعة والرخاء والازدهار بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية. كما توجه سيادته بخالص الشكر والتقدير للهند حكومة وشعبا على دعوته للمشاركة كضيف الشرف في الاحتفال بيوم الجمهورية هذا العام الذي تحتفل فيه مصر والهند بالذكرى 75 على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو الأمر الذي يؤكد ما تتسم به تلك العلاقات من طبيعة خاصة. وفي كلمته أيضا شدد الرئيس السيسي على أن زيارته للهند تأتي في وقت تشهد فيه علاقاتنا الثنائية طفرة مشهودة في كافة أوجه التعاون، وتمثل فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون بين بلدينا على كافة الأصعدة، بالإضافة لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر على أمننا القومي. وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي تطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مشتركة في مختلف المجالات، استنادا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولتان، وعزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين، فتكامل قدرات مصر والهند يمكنهما أن ينشئا معا منظومة صلبة وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
إذن مشاهدينا الكرام، تغطيتنا ما زالت متواصلة مع حضراتكم لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند. تابعنا معكم مراسم الاستقبال الرسمية بالقصر الجمهوري، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والمحادثات مستمرة ولقاءات الرئيس أيضا مستمرة خلال الساعات المقبلة. التغطية متواصلة على الشاشة الأولى.